بالعمال في نقل المدينه في سيديتي هاد الوقفه اللي مدايرين على الاجور ما تتاداش في وقت ديالها، وهاد الناس هادو هادي راه المده ديال 8 اشهر ما تاديوش لينا المستحقات ديالنا في الوقت ديالها، واليوم دايرين هاد الوقفه اجباريه باش يديو لنا الاجور ديالنا. باسم العمال واسم السائقين والمراقبين كنحتجوا على الاجور، اجور ما كتاداش في وقتها وكيعطلوا عندنا هاد الناس خلاص، وحارميننا من ما كيديكلاريوش بينا لا سينيسيس وما كيديكلاريوش بينا في لاميتيال في الدواسه ديالنا، وكيتماطلونا في الخلاص. وهاد الناس هادو راه جوعونا، ناس عندهم التزامات، عندهم كرا، عندهم تريتات، عندهم هادي، ما كنتخلصوش في وقتنا بحالنا بحال الناس، كنتخلصوا على شهر و28 يوم، عاد كيخلصونا في الشهر. وحنا كنطالبوا غير بالاجور ديالنا، تسولنا الاجور ديالنا في الوقت ديالها، لان حنا ولينا كنتحاكوا مع مول حانوت، مع القزار، مع اي واحد كنتحاكوا معاه. هذا ديال البرنوسي ما خدامش، والديبو ديال بالمسيك، هاد الناس اللي ما خدامينش، كاين هنا اللي ما عندوش درهم باش يفطر. عرفتي شناهي درهم؟ ما عندوش. حنا كنعانيو، بغينا هاد الشيء يوصل جلالة الملك. حنا كنطالبوا بجلالة الملك يتدخل، لأن ما عرفناش حنا مع من كندويو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.